رحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودي أشياء هودنا نقل الصعودة برنامج كل واحد نكوي جينا دافوركا دبو ديسكا يدبو أسريين توضد اسكو حدا عاصمة هرقيسية قبل كجبيلة قرهان ديجان ككلابير وحوي كتريسا اسكو صعود كا جنا عسيجا نقالها دلك إيطوبيا إيه سوماليلا مدحين موسى بيح عبدي أي الصبح حرة أو ساكة نجح دجاي اسمها وضدنا أتكين إيه تعب بدن وجيسريسا حكومة الصومالي لان كعوين المدو جيروب يهاي اللي قل لي يهاي ذلك شرمل كوتشي آي سيد ليرا وحناي وددن اسمه دو وحوي كتريا يرين تشيلال كا هرمرين تجنع سجا اسكو حرك بلشوين كيتوبيا يا صومالي لا برنامج كنا ينكو يجينا ايد الكيمبا دا وشو عنو ناكس ملحوين ساعات الوزير ساعات المارية عن لما انت تكين كلام مرسي شرف تكلم لكن شوكتي كتر صن هي هذا هل كان كشخين هي وطنة سمينة هذا واحد في الحدوة إنه أما أنت تيو أن كنت لا ترنو إن لصمية ودل لحن كيلومترا وخب يا بنتا هل كان مكان شجنو ووحي دبو نقد الله يدانا لو قدر يدونا تلوين كلا ينسيانا لحن كا كيلومتر واحد كنت لا ترنو إن لصمية إنه يو أنتي كلا لو قدر أبا وضد تيالة وصمية إنه ما هي تيالة وانا اكسن او تاريخ نقطة او وقتنا كوسا ما يستنطا مركا ادي ادبا نقفر احسنا مدن مدح ويني مدن وزير مدن ماري ان ادمانتا حفلة دن لقال قايب كشان ادنا كرسونا نقو قبنو كمبنك هاوش وضعنا انو اقوانو اللي هاي كرتو اللي هاي ان وحي وانا اكسن اللي ديگا يو افرت سنتيمتر اللي ديگا يو هدي وأفرت ومركز دمبا يو كاربت كينو قنايا إنه إنه كيني كران ويكو سمين كران بل نيرا لو شاقر غاي سو وعادو فرب بضن نو ويو ناكسيهين وإنه رشبه هيان ويسمين هيان تلادة مدحوين ها أي هايد مقالة ده حوحي إن ميلا كركد يلا سوام رينا هلقون نقضنا تانو واسمين هنا وحويان هاوشا سيو ناكسين أيا نو مدن مدحوين أو فلون هنا هولا هاسي وانا نو ديارنا وانو ناي مدحوين جمهورية الصومالية مدرم موسى بيح عبدي وزيرك وزارة قائد كأي أخرى بنت ودوين كا مدن عبد الله أبو كر نهدي على كرو يا هاي وزير دا وزير شجري وزير كدكان كا تليا يا شعر إذا ماذا جي أي سد منطقة أنا ماذا حجي أي سد مشروع عن إيو كونتراكتر كا أما كمبني أو نركا مستر عماني لما أنت بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت هو نور شرف إنه مدحوينه ونور دجال سامبوليكي على مدي بلابتان كي روغي لديك يي وضادا هرقيس كالابير دي عطركا ودوين كو وحوي وحي نوغنا ايني هالبولوها داقالها ودن كي يهين وحوي يان سومالو وحكو ما هذا الواد دن يدال نحر كو وحوي كل يبا مدو مدحو وقت كي دولد دينا واسو شقين اني لكن وحانو شعال هاي سنة كنو انو كدو وانادو حقابت كيغو وايو ويرقنو بادن بانو كهلين dadkuna maalin dhaweyd baa wax la sheegay maan dhageysanay inaad tiri inta qana dadka ayaa in qiimeynaya de waxaanu qabanaa dadka la soo doorto alxamdulillaah waxaanu jecelahay inaan wax qabad ku muujino waxaan qabarno dadka aan qancino umadeena wixii aanu qaban karin inaan waxba ka hagaran oo aqoonteeda intellectual property iyo gudan iyo xiriirkayaga oo dhan baan adeegsano daacad baan ku nahay ilaahay baana noogu heelanaya adiguna waxay noo tahay dhiirigelin maanta inaad naga soo qaybasho xafada munaasabadan qiimaha iyo qayaha leh excellency the president of somaliland Your Excellency the Minister of Roads and Transport Development, Honorable Senior Somali Land Governors, oh sorry, Government Officials, Partner Colleagues of the Road Development Agency, Ladies and Gentlemen, on behalf of the European Union and the Federal Government, Federal Ministry of Economic Cooperation and Development, we as GIZ are glad to see the rehabilitation of the Hargeisa-Kalabait Highway on its way. This activity concludes 3 years of intensive cooperation between GIZ and the Somaliland Roads Development Agency. We worked jointly and with the entire government on improving the legislative, administrative and technical capacity of the agency to enable it to better implement its mandate. GIZ is now confident that RDA has the processes, policies and the technical capacity in place to implement large volume contracts and we are looking forward to see this lighthouse project proceeding. GIZ is an implementing partner, remains standby to support RDA within this contract and beyond. It remains our joint commitment to improve the road infrastructure sector of Somaliland.
a sector so crucial for the economic development of the country and for improving the livelihoods of its people. Mr. President, Excellencies, dear partners, it's a pleasure working with you, all of you, and I would like to thank the government agency under His Excellency the President of Somaliland, as well as our direct implementing partners, for their commitment, motivation, and guidance in the process leading to this day. We as GIZ Sustainable Road Maintenance Project are proud of what we have achieved together, and we are sure together we will succeed here as well. Thank you very much. مدحونها جمهورية سومالان وسيرة إن مارياشا إيو شركة دوين إمانتا رنتي هالكن دي سيسا يينا لالي انتا لا شقينا يسابا وان ودا السلام إينا آدي آد بي نوغو تاي مانتا مالين وين إن وحانا مانتا ينو موچين إيسا بلان قادية دي وقادي مدحونها جمهورية سومالان إردنا عاه إسكار سينت ودوينكا و كبلن قاضي دلك سومالان إن أي سعودان أو لبلابي هل كأوحي نكار كينا طريقة وين هرجيسية كلا بيدس كحراية أي فلنا يسو دولدو لا فلنا يسنا هيدا جي أي سد أو يجونا هيدا شرتاء أو وحقبت كيدو دلك أو آدو جم وقضي وحن ما أنت وش يجينا ومدري سومالان إن دقالها ودنكو وهراء مرايا مركو ودوينكو أي هراء مران ودوين كينا دولة وهو جامين أيام مدحوينها أي رنتي هنا قاضي وسير وضربان وهباني معلوم تاجننا ومسؤول كيهاي كدولة هان وأن الله شقيننا أن قلا ضيا ذا إنفايرمنت كا وأن سود ويننا جد كلا شرا والله صعنا وحلالي وحلا قبنا يا والله صعنا آديات بينوسا وده ويننا ومدينا فرحت جلسي ومد مانتا مهدنق وين اي دولة دو مانتا كلها دهي وحن سعود وين ايا وسيرك مانتا وحل سارا وهباني مانتا سي رنتو اي تهي كشقية مدحوين هنا نقوة دو كور ميرو وحلالي وحن وقبان اينو قد ايو الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدحوينها اي وزيرة دا مارياش اي شغالها اردية دمانتين با ورند السلام ايا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المدن مدحوين وحنا شرفا ما أنت. إن نجلا سقيق قشوا مناسبة دا إن كل حاجة حديقة إنه مشروع وده هرجيسة كلابيد. أوردن لحدا كيلومتر. عندنا يا إنا ندي شيء قو مدحوين مشروع عن وعسك كاشنا يا إن بيدو كو يوروب يدولة تشرملكا. دولت سومالانا وحي بحينيسا بقول كيبا طوبان اي بحينيسا سي معني اي اموتيان وحلا اونرشيب واينان وحكو لينا هاي اي اموتيان وشروعنا ساسودي سي هاي وشروعان كتلقلقيس وحويان انا انو بيشة شلاي ان شاء الله سيوقي بقبينو وحكونا انشاء الله انا نقفا ايدي سنو انا المشروعان اي مشروعي كلا اي ابو دبي دفولومنت فانت اي نسينا يسو ساقران انشاء الله هاي بلاها صوص عداينا نداك حديقة دونستان وكاله إنا نسكو استاندر كردقنو سيانا ينو قود عينو في اللابين شغالنا هالكان لاقبتيان هادنا مرلا بعد لو قبانين لكن نسكو استاندر كردقنو رنتي آدي آدبا نقو فرحسان ايو حان شعالا هاي إنا نقوم هنقو تي آي ساد يميدوكو يوروب سيداو كالاان آدي آد وبقاديو شغالها ينجنير اسكا هالكان ينو تشوغا ولا يو حالا يتولو يسو تشيدي مناسبة ugu faraxsanahay madaxweyne inaad nagala soo qayb gasho waxa kale oo doonaynaa madaxweyne in aad maanta aad xogaal u noqoto shaqadan iyo hawsheeda runtii hay'adan GIZ mashruucan oo kaliya kama qabta Soomaaliland mashruuc badan bay ka qabta beeraha ka shaqeysa sidoo kale biyaha ka shaqeysa waxa weeye waan u doobay waxana weeye GIZ waxa weeyeen waa organization dawliya ma aha isagu sidan kuwan kale international NGOs ka dowladda jarmalka iska leh aad iyo aad baan runtii ugu bogaadinayaa uguna hambalyeynayaa hawsha fiican ee qaranka u hayaan Soomaaliland guud ahaan iyo gaar ahaan in wasaaradda iyo hay'adda RDA kulay waa waqti dambe waxaan jecelahay inaan ku soo gabagabeeyo bismillaahir rahmaanir rahiim dhammaan wasaaradda jidadka iyo gaadiidka wasiirka iyo maareeyaha injineerada iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda
waxaan ku bogaadinayaa hawsha culus ee qaranka u haya. Waxaan idinku bogaadinaynaa tallaabada ka qaadeen iyo hawsha ka qabateen jidka ceergaabo buro oo runtii aad aad iyo aad wax lagu dirsaa sida hawsha uga wadaan. Waxaan idinku bogaadinaynaa sidii aad uga hawlgasheen dabayshii sagar ama duufaantii jidadkii iyo dooxyadii ay samaysay sidii degdega ahayd ee uga hawlgasheen idinkoo wasaarad cusuba tabartiinu iska yar tahay haddana dadaalkii aad muujiseen qaranku waa idin ogi. Dadaal badan ba haysaan dhallinyarada injineerada ah ee shaqadoodii imika markii ay bilaabeen ka bilaabay dibjirka iyo miyiga iyo dabaysha iyo dhaxanta ee laga yaabo intii hore noloshoodu dhanba inaanay miyi arag waxaa iyaduna dee bogaadin mudan hablaha injineerada ah ee laamidii cayadaa taagan iyagona waa bogaadinayna shukriya dee hablihii raggii daamirkiina waa la qaadaya aad iyo aad baa taan u bogaadinaya. Waxaynu intaa ku daraynaa hawlay ma dhowa waxa aynu isbogaadinay iyo hawsha aanu qabannay fare kama qodna. Waxaa laydinka rabaa wasaaradda gaadiidka iyo jidadka ilaa iyo ceelaayo ilaa iyo looyo cadeen isku xidhaan. Waxaa laydinka rabaa ilaa baddi iyo ilaa beri waxaasoo dhab idinka idin yaalla dhaqaalena idinka laydinka rabaa laakiin saa u dhalinaysaan iyo saa u samaynaysaanna waa la rabaa. Dhaqaale aanu weynay ma laha, waanu daallay ma leh, waxaasaa xumaaday ma leh, kolba wixii lahayaa dhisaan. Haddii daamur la waayo dhagax iyo ciidda, haddii wax walba la waayo ciidda dhagax waa helaynaa. Intaana waanu isugu geynaa dadkaasi maaluulba shirka ku dhimanaya, khasaaraha ka dhacaya, baabuurta iyo xoolaha burburaya. Waxaasoo dhan idinka sugayaan inaa ugu yaraan dhulkana u bannaysaan, carratuulo horta marka hore u samaysaan. Marka dambe quruxda iyo waddooyinka xigi doonaa hawshaasaa inoo taalla. Aad iyo aad baan idin bogaadinayaa, hawshana waa inoo bilow. Dowlad ahaana dadku waxay naga rabaan dee adeeg. Maxaa la qabtay ma akhirka imanaysa? Maxaa laga qabtay? Haa, jeedkii waddooyinka imise waddo ay dhiseen wasaaraddii berigii sanadkii dhowto imise wax ka qabteen? Maxaa shilalkii yaraaday? Dhimashada waddooyinka maxaa yaraaday? Gaadidkii ma la kantaroolay? Dadaal badan baa samayseen. Imika la marmarsoon maayo, la odhan maayo laysankee qof baa haystaa oo kambari baa la siiyey oo nambarkii qolaa wixii odhan ba idinka ahayeen. Marka idinka iyo boliiska waxaa laga rabaa laysanka la qaatay qofka qaatay gaariga xaq maya ma wadi karaya. Dhibaatooyinka waaweyn dhacay ka mid baabuurku sanadkii ma la tijaabiyey oo wadada ma mari karaa. Wasaaraddu imika marmarsiiye ma leh, kambari kalaa waxaa haysta, kambari baa qayb haysta ma leh, idinkuu dul yaalla. Marka waxaynu eegaynaa sanadka bacdi marka shilalka iyo lasoo saaro xisaabtaga waxaa soo baxaa awl hore cid baa idinla wadaagaye waa boliiska oo taraafikada ah iyo wasaaradda waddooyinka. Waxay ku xidhan tahay awoodda sida sharciga u fulisaan. Baabuur aan cidiba kontaroolin oo haddii albeedka aan cidi eegin waddada socon kare, darawal aan la hubin aqoontiisa, darawal aan indhihiisa cidi eegin, marka la yidhaha laysanka hala adkeeyo dhallinyaradaas u qaata odayaasha da'dayada rag badanoo ku jira de waa in la tijaabiya. Sagaashir baa gaadhi wata laba muraada su xidhan. Marka waxay u baahan tahay in dee dhan walba laga eego oo aad iyo aad loo kantaroolo. Hawshaasoo dhan baa inoo taalla, waa idin ducaynayna, waa idin bogaadinaynaa. Qolada inaga caawisa GTZ iyo ciddii ha GIZ iyo ciddiina caawisana waa u mahadnaqaynaa. Inagana caawimada badan waa inagu ceeba inuu ka maarana dee wanaagsan. Maalin walba u mahadnaqayna wax yaro uma dhano waanu idin mahadnaqaynaa waxaasaan hasiisan oo waxba qabsanayna. War dee waa ceeb. Qaran ahaana taa waynu ka fikirna. Aad iyo aad loo baahsantiin. Daawadayaasheeda qiimaha badan intaasaynu ku soo eegaynaa barnaamijka aynu ku eegaynay dhagax dhigga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu dhagax dhigay waddadan oo casri iyo dib u habeyn ballaaran lagu sameynayo oo ah waddada isku xidha caasimadda Hargeysa iyo deegaanka kala beedh ee gobolka Gabiile oo wax weyn ka taraysa isbeddelka isku socodka bulshooyinka mandaqadan, kobaca dhaqaalaha, isku xidhnaanta iyo horumarinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland kana mid ah ballanqaadadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waqtiga ololaha uu ballanqaaday in guud ahaanba la isku xidho dalka jamhuuriyadda Soomaaliland deegaanadeeda si ay u yaraadaan shilalka gawaadhida iyo khasaaraha ay geystaan.